السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع التعقيب الأحدود. عندنا اليوم استعراض خاص للجهاز اللوحي، أول جهاز لوحي. من كان يصدق أن نوكيا راح تصدر جهاز لوحي؟ لكن بالفعل نوكيا أصدرت أول جهاز لوحي لها. الجهاز اللوحي نوكيا لوميا 2025 هذا المسمى الخاص بالجهاز اللوحي، 10.1 انش. طبعا الشاشة مقاس صغير بدرجة وضوح 1080x1920. طبعا الشاشة فول اتش دي، يعني معناتها درجة وضوح زوايا الرؤية فيها ممتازة لأبعد الحدود. فيما يخص بالمعالج، عندنا الجهاز اللوحي مزود معالج سناب دراجون 800 2.2 جيجا هرتز رباعي النواة، سرعة عالية جدا حتى في التصفح وفتح التطبيقات. طبعا الجهاز اللوحي مزود بنظام الويندوز الثامن الار تي، وليس النظام او الاصدار او النسخة الكاملة. عندنا سعة داخلية 32 جيجا بايت. وبما يخص الكاميرا، فان الكاميرا تستخدم هنا عدسة المانية زايس اللي هي 6.7 ميجا بكسل. الكاميرا اللي راح تعطيك خصائص ممتازة من ناحية التحكم التلقائي او التحكم حتى اليدوي. فيما يخص المنافذ، فعندنا من هذه الجهة منفذ مايكرو اس بي 3.0 الاصدار او نسخة جديدة اللي شفناها في النوت 3، مايكرو اتش دي ام اي صغير الحجم ايضا. من هذه الجهة زري التحكم مستوى الصوت وزر خاص بالطاقة. من هذه الجهة عندنا منفذ خاص مايكرو اس دي اللي هو المنفذ الخاص بالذاكرة الخارجية، ومنفذ راح يكون متاح لنسخة 4G او شبكات الجيل الرابع. من هذه الجهة راح تشوف منفذ خاص بالطاقة والمنفذ الخاص ب 3.5 ملم. من هنا راح تشوف من هنا راح تشوف المنفذ الخاص بوصلة بالاكسسوارة اللي هو لوحة المفاتيح. طبعا نجي نتكلم عن هذه المفاتيح او الجراف. الفكرة هنا انك راح توصلها بهذه الطريقة. وبالتالي يتحول من جهاز لوحي الى لوحة مفاتيح. طبعا الفكرة هنا راح يعطيك لوحة مفاتيح، راح يعطيك ايضا امكانية بالتحكم بالفارة، راح يمديك تتحكم بطريقة عرض الجهاز، ممكن يتحول إلى مسند خاص فيك بدل ما أنه يكون لوحة مفاتيح، وراح تأخذ بطارية إضافية بجانب البطارية الموجودة مع الجهاز اللي 4000 ملي أمبير. طبعا بإمكانك التحكم بهذا الجهاز، راح تسوي بهالطريقة. وبالتالي تحول كأنه مجلة أو يعني أشبه بشيء مطوي. عندنا راح تشوف هالطريقة. إذا كان هذا ما يكفي، فراح يجي مع الجهاز منفذين USB راح تضيف فيه لوحة مفاتيح، الفارة وغيرها من الأشياء اللي ممكن تستفيد منها مع نظام ويندوز 8.1 RT. الجهاز ممتاز جدا، وزنه 615 جرام، خفيف صراحة. إن شاء الله نطلع للمراجعة الشاملة لهذا الجهاز. تابعونا إن شاء الله في موقعكم، نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.